كعادة مباريات الافتتاح بدأ ديربي الخليج متحفظا من الطرفين حتى دانت السيطرة للسعودية وسط تراجع للأزرق حتى كسر سلمان المؤشر الجمود على المواجهة بتسجيله هدف التقدم على الكويت. ردة فعل رجال بنياك سريعة بمحاولة على الطرف الأيسر لفيصل زايد محاولا استخدام مهاراته الفنية والبحث عن ركلة جزاء لم يسفر عنها الحكم بشيء. محمد سعد العجمي القادم الجديد لهجوم الأزرق حاول مرة أخرى براسية لكن الدفاع السعودي بالمرصاد. نوح الموسى يباغت حميد القلاف ويضع كرة على القائم الأيسر لمرمى الأزرق ليكملها البديل مختار فلاتة خارج الملعب. القائم يحرم الكويت من هدف التعادل بعدما مرر فهد العنزي كرة على طبق من ذهب لفيصل زايد. الدقائق الأخيرة تشهد نشاطا ملحوظا للأزرق بعد تمريرة جميلة داخل منطقة الجزاء من الظهير الصانع إلى بدر المطوع يهدرها الأخير وتتحول إلى ركنية لينتهي الشوط الأول بتفوق سعودي على الأزرق بهدف نظيف لسلمان المؤشر. الأزرق يبدأ الشوط الثاني بتبديل سريع من بنياك بدخول رضا هاني بدلا من سلطان العنزي. فهد العنزي يستمر بالجهة اليسرى ويقدم فاصلا مهاريا جميلا تضيع إلى ركنية للأزرق. الرائع سلمان المؤشر يتلاعب بالدفاع الكويتي ليضع مختار فلاتة أمام مرمى حميد القلاف محرزا الهدف الثاني للصقور الخضر. بنياك يجري تبديلا بدخول عبدالله البريتشي بدلا من محمد سعد العجمي. البديل لم يخيب ظن الجمهور الحاضر ومن أول لمسة يسجل هدف تقليص الفارق للأزرق بعد تمريرة سحرية من بدر الكويت. فهد العنزي يواصل طلعاته الهجومية ويضع كرة داخل منطقة الجزاء دون أي متابعة ليبعدها الدفاع السعودي لركنية. فهد الهاجري يضيع ركنية الأولى إلى أخرى للأزرق. الأزرق يستمر بالضغط ورأسية الهجري مرة أخرى تخطئ مرمى القرني. المتألق فهد العنزي يضيع فرصة التعادل بعد عرضية جميلة من بدر المطوع على رأس العنزي لتذهب الكرة إلى يمين القرني خارج الملعب. فيصل زايد يضيع أهم فرصة في المباراة بالدقائق الأخيرة بعد تلقيه عرض